طيب خلينا نروح لقصة تانية مهمة جدا، وهي قصة قلت لحضراتكم عليها امبارح، اللي هي قصة الإخوانية هدى عبد المنعم. بس الحقيقة برضو قبل ما اروح لقصة هدى عبد المنعم لازم نتوقف عند القصة المهمة النهاردة اللي حصلت، وهي استشهاد الرائد ماجد عبد الرازق معاون مباحث النزع. ليه؟ لانه اللي بيحصل مش منفصل، يعني انت رجالة الجيش ورجالة الشرطة والشعب ده اللي بيضحي عشان البلد بشكل حقيقي ضد بقى الارهاب الفكري والارهاب الجنائي. خلي بالكوا في ارهاب سياسي وفي ارهاب جنائي، ما هو المجرمين دول بيمارسوا نوع من الارهاب على المجتمع، الجريمة دي نفسها نوع من الارهاب. ده اهو قدام حضراتكم الرائد ماجد عبد الرازق معاون مباحث اسم النزهة. انتوا عرفتوا، يعني عرفتوا انه هو كان موجود مع قوة من الاسم، معاه سواق مدني واتنين امناء شرطة بيتفقد الحالة الامنية في محيط الاسم، لقى عربية سودة وعليها اللوحة بتاعتها، اللوحة بتاعتها اهو دي اللحظة، اهي لحظة الاستشهاد، العربية بتاعت الشرطة داخلة. انتوا هتقولنا الفيديو من اوله يا جماعة لو سمحت، يعني في العربية بتاعت الداخلية اللي فيها الرائد اهو، يعني العربية بتتحرك اللي فيها ماجد والسواق والاتنين امناء شرطة، اهي اللي هي بتعمل الضوء دي، وبعدين هو بينزل منها في اتجاه اهي داخلة اهي، لا دي داخلة اهي داخلة، اللي وقفت دي بينزل منها رامي، لانه ماجد، لانه لفت انتباهه عربية واقفة، عربية سوداء ونمر مكتوبة بخط الايد. فالواحد من اللي موجودين في العربية اللي راكنة دي، كانوا اربعة، نزل وببندقية آلي اطلق النار على قوة المباحث، فاستشهد على الفور ماجد عبد الرازق، والسائق المدني استشهد بعد ذلك، والاثنين امناء مصابين. ده فيديو من الحادثه. احنا كمان عندنا شهاده عيان يا جماعه، مش كده؟ عندنا شهاده عيان على هذا الحادث اللي كان مبكر جدا. معانا مدام دعاء. طيب مدام دعاء اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني الحادثه يعني ادمت قلوبنا جميعا، يعني شاب من البقاء لله، البقاء لله في أسرته. يعني صحيح، شهداء مصر كلها، مش شهداء بس، مش اهله بس على فكره. انت كنت فين يا فندم في لحظه الحادثه دي؟ احنا كان بعد الفجر وصلينا الفجر، لسه ما كنتش نمت، يعني انا لسه ما نمتش ولسه قاعده في اوضتي، وفوجئت وابل من الرصاص، يعني انا اتخضيت، اجريت على الشباك ببص لقيت بالظبط عربيه راكنه مديه انتظار. يعني العربيه كانت مديه انتظار، وده اعتقد يعني تحليل شخصي ان ده اللي لفت نظر الميكروباص اللي كان راكب اللي بتاع الداخليه. لان الميكروباص داخل لهم عكسي، فبقوا الاثنين في مواجهه بعض، يعني العربية اللي كان فيها اللي ارتكبوا الجريمة دول، العربية راكنة وعاملة انتظار، وعربية الشرطة جات لهم بالعكس. لو حضرتك شفت الفيديو ورجعته هتلاقي قبل ما الميكروباص يوصل للعربية هو اوريدي جايب عامل ويتنج، عامل انتظار. ومن الواضح ان الميكروباص، انا طبعا طلعت على، انا ده تحليل بعد ما حضرتك شفتي، لقيت الميكروباص واقف في مواجهه العربيه، يعني الاثنين في وش بعض. فالميكروباص جاله عكس، يعني ايوه الميكروباص جاله عكسي، وبرضه اللي هو اعتقد ان هو حتى يعني شاكك في العربيه واقفه بالليل بعد الفجر ومديه انتظار. لانه الضابط ما لحقش ينزل، هو ولا السواق. يعني هو زي ما بيقول كده العربيه بادر، يعني رخص بتاع، يعني عربيه بس هم يعني
كميه رصاص رهيبه، اتنين امنا كانوا بيقعوا يا عيني من ضرب النار عليهم. اتنين وقعوا في الشارع، كان في واحد بس اللي كان واقف ورا الميكروباص كان عمال بيبادلهم، بدأ يضرب نار. بيبادلهم بس، هو وضربوا طبعا في كاوتش الميكروباص عشان ما يتحركش. فدوت يعني ما اعتقدش ان هم بلطجيه، يعني مفيش حد عنده الاستعداد دوت. لا انت بتتكلمي على تقريبا عصابه اجراميه عتيده يعني. لا ده حد معاه آلي ومحد مجهز ان اي كبس عليه هيضرب نار، يعني ده مش حد مشتبه فيه. لا ده حد عنده مستعد لاي مواجهه يعني. طب مدام دعاء، حضرتك طلعتي بقى على صوت الرصاص ده؟ طلعت على صوت الرصاص. كان رهيب يعني، طبعا اول مره الواحد بيحضر حاجه كده. وشفت بقى المشهد ان هم تبادل اطلاق النار دوت، وبعدين اللي هم وقعوا يا عيني في الارض الامنة. وانا بقى ما اعرفش مين اللي وقع، يعني انا عرفت بعد كده انه شهيد ماجد. لا الشهيد ماجد ما نزلش من العربيه، ما لحقش ينزل من العربيه، لانه مات جنب السواق، الاثنين مات جنب بعض يعني. هو الطلقه داخله في اللي لحق الامنة اللي اصيبوا. ما احنا الوقت اللي استشهد الرائد ماجد والسواق المدني اللي معاه جنبه، واللي جنبه بعض. دي صوره الميكروباص اهي بنستعرضها. بالظبط كده. بص حضرتك هتلاقي صوره الميكروباص في مواجهه كانت العربيه. الاثنين في وش بعض، لان الميكروباص لف له عكسي عشان يشوف هو واقف ليه، يعني واقف انتظار ليه، يعني مشتبه فيه اي حاجه يعني. اي حاجه صحيح. فاول ما الامنا وقعوا هم ركبوا العربيه بسرعه وجريوا. مشوا. يعني ده اللي حصل، ده اللي شفتيه. بشكرك يا فندم. بشكرك مدام دعاء. طيب هنا دي الحادثه. رائد شرطه عنده 27 سنه، دفعه 2012، هو من كليه الشرطه. كان كل اللي يعرفه يعني بيشهد باخلاقه وبيشهد بتدينه، وانه كرم في حفله في الكليه لانه يعني حافظ القران كله. كل دي علامات ان احنا قدام حد ملتزم وعلى خلق ونازل بيأدي شغله. انت ممكن الحادثه تعدي عليك، لكن انا ما اعتقدش انه ممكن يعدي علينا مشهد زي اللي هوريه لحضراتكم ده في جنازه الرائد ماجد عبد الرازق، ووزير الداخليه واقف، وبنت ما اهي بنت ماجد عبد الرازق اللي هي عندها 8 ايام موجوده في جنازه ابوه. يعني احنا بنتكلم هنا في ايه؟ مش واحد يقول لك ايه اصله طيب ما هو شغله، ما هو يعني معاون مباحث ونازل عشان يتفقد الحاله الامنيه في محيط المركز بتاعه، وبعدين لقى عربيه فالناس بدلوا اطلاق النار او الناس استبقوا باطلاق النار لانه هو كان هينزل ورايح عليهم. فببساطة شديد يقول لك شغله، اقول لك لا، مش يعني المسألة مش كده، مش المعنى ده، مش هنوصل للحكاية دي، لانه انت ناس معرضين للخطر. هو بيبقى نازل تقريبا واحتمال انه ما يرجعش، كل واحد من رجال الشرطة نازل واحتمال انه ما يرجعش. العائلات كده تكلم على شاب 27 سنة متزوج، ولو المعلومة صحيحة يعني انه متزوج من ابنة شهيد، لو تفتكروا الشهيد وائل طاحون اللي تم اغتياله في عملية ارهابية، لو على ما اتذكر كان في المطرية. اللي هو انت بتتكلم في ايه؟ انه ماجد عبد الرازق كان موجه دعوات لاصدقائه ولاصحابه من الضباط وبره الضباط ان هم يحضروا حفل عقيقه بنته. فاصحابه جم عشان يمشوا في جنازته. هنا انت لازم تبقى متوقف عند المعنى ده. اولا التحقيقات ماشيه، النائب العام ماشيه، نيابه امن الدوله العليا شغاله، الامن الوطني والامن العام كونوا فرق عشان يوصلوا للغز القضيه دي، لان احنا يبدو قدام عصابه اجراميه كبيره. ماجد زي ما هو معروف تصدى الى عناصر اجراميه وتجار اثار في فترات، وانا لا استبعد ان احنا نبقى قدام
عصابه كبيره، ويعني اغتياله بهذا الشكل لانه العصابه دي كانت بتستعد لتنفيذ عمل اجرامي في الوقت ده. ما نستبعدش، بس هننتظر برضو التحقيقات ولا نستبقها. انا بتكلم في المعنى في الصوره، انه شاب زي ده بيفدي البلد بشكل حقيقي من غير مزايدة، يعني لانه انا لا اعرفه شخصيا ولا اعرف احد من اهله عشان ازايد بيه، انه بيفدي البلد بشكل اساسي، سايب وراه زوجة هي بنت شهيد واصبحت الان زوجة شهيد، وتحمل بنت شهيد عندها 8 ايام، عندها 8 ايام. طب تقول لي انت عايز تقول ايه من الكلام؟ يعني اقول لك احنا كشعب بقى لازم نصون تضحيات الناس دي، لازم نصونها ولازم نحافظ عليها، ولازم نعرف انه البلد دي بجد مستهدفة على اكتر من مستوى، الارهاب وفاهمينه، الجريمة كمان اللي من جوه بتستهدف هذا البلد. لان انا اقول لحضراتكم على حاجة، الجريمة والفساد لا يقل خطورة على البلد وحيويتها ومستقبلها واقتصادها من الارهاب، الجريمة والفساد. فيعني ادعوا له بالرحمه، وربنا يصبر اهله ويصبر كل اصدقائه وكل اللي يعرفوه ويعرفوه بالخير.